عافاكم البنات، دعواتكم ويعطيكم الخير. نزيتي باد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة بشرة شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. الا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، طبعا فضلا منكم وليس امرا. وما تنسونيش من اللايك والتعليق الزوينة ديالكم اللي دائما كتشجعنا. دعواتكم مع زوجي يوتيوبر حياة فلوغ، دخل المستشفى ودار عملية مستعجلة على المصران، فدعواتكم لاخوتي بالشفاء العاجل، راه كيتألم. وحياة مسكينة كتبكي وحطت بوست على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقول فيه: دعواتكم احبابي عفاكم، راني صابرة، بغيت دعواتكم كثار باش يتشافى، راه كيتوجع بزاف. فدعواتكم لاخوتي بالشفاء العاجل. غادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم، صباح لاباس عليكم، بخير نكون بخير على خير. عافاكم البنات، دعواتكم ويعطيكم الخير. نزيتي با دومان، نزيتي با. قال لك الدعوة ديال 41 كتفرج اي واحد، يعني كت واش غادي نقول لكم؟ والله ما عرفتش. من دعواتكم البنات الله يعطيكم الخير، عافاكم، ادعوا معايا يتشافى، ادعوا معايا براعاتكم صافي. فدعواتكم لاخوتي بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويخليه لوليداتو. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.